مفيدنا إلى المحافظة يحيى السواري زار الخطوط الأمامية للمواجهات في مأرب ووافانا بالتقرير التالي. أنا الآن في خطوط التماسل الأولى في الجبهة الغربية بمحافظة مأرب. خلفي تماما يقع جبل البلق منذ البارحة، والمعارك على أشدها في هذه المناطق. يحاول الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمساندة من قوات التحالف للالتفاف على جبل البلق وقطع الإمدادات على الحوثيين التي تصلهم إلى جبهة الجفينة. كما نسمع الآن القذائف ما زالت تتساقط والمعارك على أشدها. معنا الآن أحد رجال المقاومة سيتحدث لنا عن طبيعة المعارك وما هو الهدف من هذه المعارك. الهدف من هذه المعارك قطع الإمداد على الحوثة، وإن شاء الله قريبا سوف يتم قطع الإمداد. والآن تقدم كبير في الجبهة، دعم من قوات التحالف واللجان الشعبية، وإن شاء الله سوف يتم قطع الإمداد خلال دقائق إن شاء الله. بالفعل التقدم واضح جدا. أتمنى من المصور أن يظهر تلك المدرعة التابعة لقوات الجيش تكاد تصل إلى جبل البلق، وهناك أيضا مع المدرعة العديد من الأفراد وأفراد المقاومة الشعبية وقوات الجيش. وأيضا إذا كان يستطيع المصور أن يأخذ هذه الزاوية من هنا من الجهة الأخرى للجبل، هناك مدرعات أيضا قوات للجيش الوطني، عدد من المدرعات والجنود إن وصلت قبل قليل إلى هناك. وكان هناك في تلك المواقع كان هناك عدد من الحوثيين وهربوا ما إن وصلت المدرعات. كما نشاهد الآن في الشاشة هناك قذائف تصل، المعارك على أشدها. إذن يبدو أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية قد قررت حسم المعركة في مأرب بقطع الإمدادات على الحوثيين. يحيى السواري، قناة بلقيس، مأرب.